النساء إن النساء ربنا حاسبنا عليها. اهدى كيف وانا حاسه ان في نار جايده جوايا. ربنا يكرمك بعريس تاني يا عمر. معاكي هانت عليك روحي. احمد ربنا اننا طلعنا من الصفونيه من غير ما حد يقتل مننا. خايف من العبد وما خايفش من الرب. عجبكم بيت الجديد؟ حلو قوي يا ابوي، واسع كمان. انا هطلع اشوف اوضتي. روح يا ولد. مبروك يا اخلاص، مبروك عليك البيت الجديد. حلو قوي، انا ما مصدقاش. ها اللي كان نفسك فيه حصل. ها هترتاح من نجرزة امي ليكي كل شوي. لما انا وامك خلاص بقينا اصحاب وسمنا على عسك. انا كمان سمعت كلامك، لما ابوي سالني عن يحيى قلت له اني ما اعرفش عنه حاجه. المثل بيقول ايه؟ اربط الحمار مطرح ما صاحبه يحب. تمام، بقول ايه، تيجي تطلع اوضتنا نرتاحوا شوي، عاوزين نتكلموا كلمتين كده يعني. لا مش هطلع من المنظر،
ليه يا خلاص؟ من الساعة دي انت في حالك وانا في حال، والمطرح اللي هتنام فيه انا مش هرقد فيه. فيه يا خلاص؟ دي حكايتك، ما عاوزنيش اجرب منك وكل شوية تطلعي لي بحجة شكل. انا واخد بالي من ساعة ما رجعت بيت ابوي بعد موت فرج الله يرحمه، وانت قلبة وشك علي ومش بدياني ريك حلو. طب الحمد لله انك واخد بالك. انا قلت يمكن عشان اللي كنا فيه ساعتها، لكن خلاص حجتك ايه دلوقتي؟ كانك نسيت اللي امك عملته فيه. مش خلصنا من الحكايه دي وتصفيت انت امي خلاص؟ لا ما خلصناش ولا تصفيناش يا بنت الناس. انت لسه جايه لي من شويه انت امي بقيتوا زي السمنه على العسل. انا ايش دراني ايش دراني؟ ما يمكن تقلب عليا تاني وتخليك تروحني بيت ابوي، ويمكن تطلقني كمان، وانت عمرك ما قلت لها لا على حاجه. بعدين معاك يا خلاص، انت بتقولي ايه؟ بقول اللي شفته، بقول اللي حصل معايا، ولا عاوزني استنى لما اروح بيت ابوي ومعايا ورق الطلاقي كمان؟ خلاص، انت عاوز ايه بالظبط؟ تأمن لي مستقبلي يا حمده، يعني عشان لو غدرت بيا في يوم القى اللي يعيشني مسطوره من غير راجل. مستني لحد ما نجي بيتنا الجديد عشان تقولي كل اللي كاتماه في قلبك من ساعه ما رجعت من بيت ابوكي. احنا فين الميه دي؟ كل يا زينة، كل يا بنت، انت هفتان. الدكتور قال انك لازم تتغذي عشان اللي بطنك. انا باكل اهو يما. دي وكلة زرزورة دي ولا ايه؟ سيبها على راحتها تياب. تعرف يا زينب، ان شاء الله لما تقومي بالسلامة انا هكتب لولدك 10 فتن، ده غير اللي هيورثهم من ابوه. وان شاء الله هسمي ولدك فراج على اسم ولدي الله يرحمه، عشان اسمه ما ينقطعش من البيت. مين كدك يا زينب؟ انا ولدي ما عاوزينش حاجه. كيف ده؟ انا لو طول اجيب لكم الخير كله ما تاخرش. ولدك هيعيش معانا هنا يا زينب، هيتربى وسطينا مع جده ومع سته. انت كمان يا زينب هتعيشي معانا هنا، عشان انت بنت اصل، تربيه وتكبريه وتاخدي بالك منه. بلا جواز بلا هلب، هما اللي اتجوزوا خدوا ايه من جوازهم؟ عندك حق يا امه، هما اللي اتجوزوا خدوا ايه؟ ما تاكل يا هارون، ما بتاكلش ليه؟ ماليش نفس. وايه اللي سادد نفسك من ليله امبارح؟ ايوه، اهلا يا جناب المأمور، انا كمان اتوحشتك كتير. ايه بتقول؟ ايه ايه ده عمده؟ بلاش انفعال. حاسب على نفسك يا عمده، انا يجرالك حاجه وعيالك عايزينك برضك. المره دي مره سوي هي وجوزها كمان بتشتمنا في حضره جناب البيت. طب اعمل حساب لجناب. من غير غلط يا عمده، رد على كلام اللي قال يوسف. حاضر جنابك. بقى انت سمعت الغفير زناتي وشغل غفر، وما بيقولوا ان لفكت للغفير نجاتي تهمه سرقه بندقيه المير. انا ولد حمدان في ايه؟ ريت يا يوسف قول اللي قلته للمأمور، ما ياخد الروح اللي خالقها يا اخوي. انا قلت لجناب المأمور كل اللي سمعته. سمعت الرعد في ودانك يا خرفان انت؟ حمدان ما تنساش نفسك. حقك علي انا يا جناب المأمور، ما هو كدب الراجل ده ماسخ وباين زي الشمس. احنا عملنا محضر بأهوال يوسف، وهو بيتهمك باللي قالته لك ده يا حضرة العمدة انت وحمدان. يا بيه يا بيه، الراجل ده كذاب يفصل وشه. الله يسامحك يا عمدة. وهو يوسف حدك ليه؟ ما تسألوه يا بيه ولا اسألوا مرته. يسألون انا ليه يا اخو؟ اكيد انت اللي جبتيه لحد هنا عشان يقول الشهادة الزور دي. لا، الشهادة الزور دي تعرفها انت وابوك العمدة مش احنا. انا اقول لك يا سعادة البيه، الراجل ده بيشهد علينا زور ليه؟ عشان مرته دي طول عمره
وهي كرهاني من زمان، من ايام ابوها وابويا ونفسها ومنى عينها تشوفنا واجعين في مصيبه. بعدين يا بير، راجل جوزها ده ملهوش كلمه ولا راي، على طول مطوعها وماشي على هواها، واكيد جابته لحد هنا غصب عنيه عشان يقول الكلام الخايب ده. يعني انتوا بتنكروا الكلام اللي بيقوله يوسف؟ ايه جنابك، وتقدروا تجيبوا الغفير زناتي وشيخ الغفر وتسالوه، هم هيقولوا لجنابك ان الراجل ده كذاب في كل كلمه قالها. صدقني يا باشا. هم جم من المركز. انتوا كنتوا في المركز صح، واتهمتوا حضرة العمدي انه لفق للغفير نجاتي قضيه سرقه السلاح، وان العمده هو اللي كان اللي سرقوا بندقيه نجاتي. وجدت لك الجراءه يا ابو حسن تشهد على حضرة العمده؟ يا ما قامت وليه، وحضرة العمده ما هيسكتش. شفتوا المره وعمايلها؟ ما عبرتناش ولا حتى كلفت خاطرها ترد علينا. هي طول عمرها هي اللي سايقاه يا ريان، بس المره دي هتجيب اجله. يوسف جوزها زي ما يكون مغصوب عليه. ايه حصلت؟ يوسف ومرته رايحين المركز يشهدوا عليك يا ابوي. النار تلقاها قايده في نصر من ساعه اللي حصل لشعابنا. انتوا قطعتوا دي للحيه، لكن راسها لسه قاعده وبتبخ السم كمان. يعني كلام نصر ويوسف صحي يا هارون؟ انت وزيت زناتي واد عمك على نجاتي يشهد وزور عليه، وتلقاك كمان كريت عليه يضربه ويسرق بندقيته. بتقولي ايه يا زاهيه؟ صدقت المرة السوي دي هي وجوزها؟ اما راحوا يشهدوا عليك ليه؟ عارف شي جي روح اساليهم. وابوي هيعمل كده ليه في الغفير نجاتي؟ بينه وبينه ايه؟ عندك حق يا دياب، وبعدين هو عمي هارون هيعمل راسه براس حتة غفير معفن زي نجاتي ولا يعوز يلفق له تهمة ليه؟ ولعلمك يوسف ومرته ما اتهموش عمي هارون لوحده. ايوه دول اتهموني انا كمان مع ابوي. ايه اللي بيني وبين غفير نجاتي دي عشان اعمل له حاجة يعني؟ ايش عرفني؟ اسال ابوك. بزيادك يا زاهيه، بزيادك. خلينا نشوف المصيبه اللي حطت فوق راسنا دي. مصيبه ايه يا ابوي؟ كفل الشر، واي حديث للناس بالباطل يقوموا يصدقوه. يوسف ما عندهوش دليل على كلامه. ايوه يا ابوي، وعمي مصلحي والغفير زناتي راحوا المركز وقالوا ان يوسف كذاب. بكره المامور يحول المحضر للنيابه وكلها يمين، والنيابه تبتدي التحقيق. ما حدش يضمن ساعتها ايه اللي ممكن يحصل. تهمة زي دي مش زينة في حقي، لو ثبتت علي العمودية هتروح مني بسببها. بعد الشر عليك ما تقولش كده يا عم. انت مش بتقول انك مالكش صالح باللي حصل لنجاتي؟ خايف على العمودية ليه؟ دلوك يا بوي، البلد كلها عرفت ان يوسف ومرته شهدوا عليك وعلى حمدان، وان الكلب ده اتجرأ علينا وعمل اللي محدش قدر يعمله قبل كده. يبقى يوسف ومرته لازم يتأدب. صح يا ابوي، المهم دلوقتي هو يوسف، هو اللي اتهمنا رسمي، يبقى لازم نأدبوه، ان شاء الله نقتلوه ونتوه قبل ما يروح النيابه ويقول اللي قاله في المركز. لا حمدان، يوسف ما حدش يقرب مني. ليه يا ابوي؟ ما هو يوسف لو جرى له حاجه هيتهمونا احنا، ما حدش له مصلحه في قتل يوسف غيرنا. ساعتها القضية هتلبسنا. طب والعمل دلوقتي يا ابوي؟ انت ناوي على ايه يا عم؟ دياب، روح انت المصلحة اللي قلت لك عليها، ولما تعاود اكون انا شفت لي تصريفة مع اللي اسمه يوسف ده. اللي تشوفه يا ابوي. مالكش حق يا يوسف اللي انت عملته. وحد يتهم عمدة بلدهم تهمة زي دي؟ ولو ده مصلحته ايه يعني يعمل اللي انت بتقول عليه دي في الوادي الغلبان اللي اسمه نجاتي؟ طول عمره شغال عنده وعامل خد مداس. يمكن يا اخي سمعك خانك وما سمعتش الكلام صح. خلاص قلت اللي عنديكو. طب اسمع اللي عندينا عاد. يوسف مش هيغير شهادته، وكمان هيقولها قدام النيابة لما تبعت. لا الكلام ما يبقاش كده يا أم حسن. احنا قلبنا على جوزك. قلبكم على جوزي ولا قلبكم على العمدة الظالم اللي بعيدكم؟ عاملين له ألف حساب، طب اعملوا حساب ليوم الحساب. عيب عيب الكلام اللي بتقوليه ده يا أم حسن، عيب. شرفته وأنسته.
احنا كان قصدنا خير بس الظاهر انه مفيش فايده. يلا بينا رجاله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ودي اللي كان تعبك يا ولدي ما قدرتش تقول لي عليه. انا تعبان اكتر دلوقتي. تعبان من ايه يا يوسف؟ هو اللي يرضي ربنا يتعب بردك؟ دي راحة ما بعدها راحة، بس اللي يميز. ربنا يستر. ليه عملت كده يا امي؟ عملت ايه دي؟ واخدة ابويا مدار للنار ومزوجاه كانه عريس وفرحانة قوي. حرام عليك وانت واخداها بيدك للموت. موت ايه يا غبية انت؟ الموت والخراب في كتم الشهادة في معصية ربنا يا بنت بنت شيخ الجامع. ايه الزمن الغبر ده؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اديني قلب السجاير. هانت عليك امك يا عليا تقولي لها الكلام السم ده؟ بجان يا بيت عاوز اخد ابوك للموت بيداي؟ طب ده انا بدعي ربنا سبحانه وتعالى ان ياخد من عمري ويديل. بعد السر عليكم انتوا التنين يا ابا. انا ما زعلناش منيك، لسان غلط ويا ما بيقول، بس اللي عايزاك تعرفيه ان ربنا اقوى من الكل. ونعم بالله يا امه. يعني احنا نكتم الشهاده يقوم ربنا ياذينا، ياذينا في عيالنا، ياذينا في عفيتنا، ياذينا في حياتنا. هينفعنا وقتها هارون؟ ما هينفعناش. النافع والضر هو ربنا. وهطمنك بردك، العمده ما هيقدرش يمس شعره من ابوكي. صح صح يا امه. معلوم. صح صح يا عين امك. الحكاية بيجي فيها تحقيق ونيابة، وهو العمدة عارف ومتوكد انه لو مس شعرة من ابوكي اول واحد هيتهموه فيها هو ذات نفسه. اطمن يا بيت. انا كنت حسباها زي. طب برضك يا امه ما تخليش ابوي يشهد ضده في النيابة. كاني ما قلتش حاجة يا ربي. نقوله كتمان الشهادة يودي في توكر، تقول ما تخليش ابوي يشهد. قومي نامي يا عليا. قومي يا ربنا يهديك انت واللي زيك. خلاص يا عارف خلاص، نفذ اللي انا قلت عليه. ها ايه رايك يا دياب؟ الاثار دي مش كلها اصلي. كيف يعني؟ ده انا شاريهم من الناس اللي حفروا ولقيوهم وتوكدت منهم حته حته. الحتتين دول مش اصلي، وما يبان شكلهم قديم عشان مدفونين في التراب، لكن مدفونين اديلهم سنتين ثلاث، لعبه بيلعبوها عشان تخش على الغشيم اللي بيشتري. لكن انا مش غشيم. وانت ايه عرفك ان الحتتين دول مش اصلي؟ قلت لك انا مش غشيم. انا ما دققش عصافير على راسي. لعلمك انا اعرف الحته الاصلي وانا مغمض. ما صدقنيش روح لخبير اثار خليه يقول لك. خلاص يا دياب، بناقص الحتتين دول، خد البقية. اتفقنا. ادي حقهم. ايه خبر يا دياب؟ دول شوية يا دياب، دول ما ادوش الثمن اللي دفعته فيهم للناس اللي لقيهم في ارضهم. بس طماع يا رجب، هات لي انت شروة كبيرة وانا هعوضك وهرضيك صح.
ماشي الكلام، لكن قل لي يا دياب، انت بتشتري الاثار دي تعمل بيها ايه؟ بتتاجر فيها ولا بتهربها برا البلد؟ رجب يا مراغي، اللي ما يخصكش مليكش صالح بيه. صرخ ده ابويا، بسم الله عليك يا بنتي، بسم الله عليك يا اختي. فين يا بنتي؟ ما انا معرفش ده ولا ايه. اه شفت ابويا، شفت ابويا فتيق والعمده وناس شكلهم عفش حواليه، يا امه حواليه وعمالين يضحكوا. كل ما ابويا يصرخ العمده يضحك اكتر واكتر، كل ما ابويا يصرخ العمده يضحك. يا امه بسم الله عليك، محسب عند ربنا يا بنتي، محسب عند ربنا. بسم الله عليك يا اختي. بس شكرينا موسى. روحي اشرب الشاي. تسلم يا ابن من ادمها. خطوه عزيزه يا زين، نورتي بيتنا الجديد. تعيشي خلاص. اتفضل. والله انك من ساعه ما اتجوزتي فراج وعشتي معانا في بيت هارون وبقينا في بيت واحد، وانا بعتبرك زي اختي بالظبط. متشكر يا خلاص. والله وانا كمان. وعشان كده بعتلك صالح، قلت يعني نقعد نتكلم شوي. قولي لي يا خلاص، كيف رديتي تسكني في بيت وانت عارفه ان جوزك وحماكي واخدينه بالغصب من اصحابه؟ غصب؟ مين قال لك كده؟ البيت ده مدفوع تمن وتلت ومتلت لاصحابه. المهم عامل ايه اللي في بطنك؟ الحمد لله. خلي بالك من نفسك وخلي بالك منه، ده من ريحه الغالي فراج الله يرحمه. قولي لي، مرتاحه في بيت عم هارون؟ اكذب عليكي؟ ما مرتاحاش يا خلاص، ما مرتاحاش. انا تعبانه ومستنيه اليوم اللي عاود فيه بيت ابوي اللي كان مقعدني في دوار عم هارون، راح خلاص، واللي بشوفه واسمعه يخليني ما طيقاش اقعد دقيقه واحده فيه. حاسه بيكي. تلقاكي يا عين امك ما بتسمعيش غير انهم عايزين يقتلوا يوسف بعد ما شهد على عم هارون وحمدان كده ولا لا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ابسط يا يوسف، حضرة العمدة ما هيش منك حاجة واصل وادالك الأمان. صح صح الكلام ده يا شيخ الغفار؟ ايوه صح، بس هو عايزك في كلمتين لحالكم. كلمتين ايه دول؟ اسمعهم منيه، عاوزين نحلوا المشكلة دي من غير زعل. المهم هو مستنيك، اوعى تقول لحد وانت رايح له ولا حد يشوفك، لاحسن الناس تفتكر انه هيأثر عليك بكلامه. هي شيخ الغفار بس انا يعني ما تخافش، العمدة كلمته واحدة، ما تتأخرش ومستنيه. ها اوعى تعوض. لا هقفل الدكان وحصل. لا تروح له دلوك ولا انت عايز تاخد رأي برتك؟ خليك راجل برضه، مشيش ورا كلام الحريم. بقول لك ايه، حصلني بسرعة. ها فاهم؟ تعالوا وراي. الحمد لله جت من عند ربنا.
اهلا اهلا بيك يا يوسف. اهلا يا حمدان. والله براولك طلعت راجل وجيت. تعال تعال العمده مستنيك جوه. تعال. وقفت ليه يا يوسف؟ مالك انت خايف ولا ايه؟ ما خلاص يا يوسف العمده سابقه والحكايه فاتت وماتت وانتهينا منيها. تعال تعال الموضوع ما يستاهلش. تعال تعال ابوي مستنيك من بدري. نورت يا يوسف نورت. تفضل تفضل. شافك انت جاي؟ لا هذا كلام زين زين. هذا الشيخ الغفر يعني قال لي ايه؟ انا عارف عارف قال لك ايه. سوى يقول اللي يقوله لكن انا لي حد تاني. قصدك يا حد العمد؟ قصدي ان ما فيش حد عمل اللي عملته ده معايا واكل ناسك. ما فيش حد في البلد دي كله استشهد وراح اشتكينا واتهمنا بحاجه. انت يوم راح تشهد علينا يا يوسف حكمت على نفسك بالموت. قصدك تنحط عندي؟ الموت خساره فيك يا كلب وراحه مش حتملها واصل. لا ويه احنا مجهزين لك موته مفتخره محدش متها قبلك. ايوه وساعتها تتمنى الموت لكن مش هتلاقيه بالساهل ياكل ناسك. نزلوا الله يا عمي حطينا يا صاحبي. روح الله يا عمي. اسحبوا ماشي الله يا عمي. بس بس يلا يلا خايف دي تاني. امال انا خدتك دوار العمده تجيب حقك ليه؟ والخمسة جنيه اللي قطعناها قطعناها ليه؟ وانتي ما خايفاش يما؟ خوفي من ربنا اقوى. وبعدين هانا خلاص بكره ان شاء الله يروحوا النيابه وابوك ياكد كلامه ونخلصوا من الحكايه المخربطه دي. اما انا جعان. ما الوكل اهو اجرعيك على ابوك قول له يلا عشان ناكله سوا. حاضر يابا. وانت ما تمديش يدك على الوكله لما اجيب اختك. حملين الله يخليكي. قلتلك ماليش نفس الوكل دلوقت. اما الدكان مفتوحه وابويا ما جاتش. يكون راح فين هو التاني كمان؟ ما عرفش قدامي. يكون راح فين يعني؟ راح فين ده؟ انا شفته من ساعه في الدكان وما شفتوش تاني. ما شفتش يوسف يا خال؟ يوسف؟ لا يا بنتي انا كنت بمشوار بره البلد ولسه معود الوقت. يمكن راح هنا ولا هنا. راح هنا ولا هنا وسايب الدكان مفتوح من غير ما يقول لي. ده ابويا عمره ما عملها. انا خايفه قوي على ابويا. يما ابويا فين يما؟ ابويا فين؟ ما عرفاش ما عرفاش. عملت ايه يا دياب؟ كله تمام يا ابويا اطمن. فارم عليك طمني.
عملت ايه مع المدعوق اللي اسمه يوسف ده؟ كله تمام يا ولدي. تمام. الحمد لله على السلام. الله يسلمك. عملتوا ايه مع يوسف؟ يوسف؟ تسأل يا مدعوك ده ليه؟ بيقولوا بيدوروا عليه وما لاقينهوش. مش عرفني فين ده؟ الكلام ده تقوله في المركز، تقوله للمأمور مش لمرتك. انت عاوزة ايه في ليلتك دي يا اخلاص؟ عاوزة اطمن عليك. هو مش انت جوزي وابو ولدي؟ ومفيش مانع لو فرحت وشمت في نصرة، مش هي دي اللي مدت يدها عليا في المولد وحلفت اني هاخد بطاري منها؟ طب اطمني اطمني وحطي ببطنك بطيخة صيفي كمان. قتلتوه وتويتوه؟ انت بتقولي ايه يا مرة مجنونة انت؟ يعني هي كانت اول مرة ابوك يعملها وتبقى انت يده في اللي هو بيعمله؟ بزيادك يا اخلاص وفضيها سيرة. بجيت بتداري عليا تاني. اوه وبعدين معاك يا اخلاص، انا معاود تعبان ومش في رجلك، وبعدين جعان وعاوز اتعشى. ها طب قبل ما تتعشى قولي عملت ايه في اللي قلتلك عليه قبل كده؟ بعدين يا اخلاص قلتلك تعبان وعاوز ارتاح. اكده ماشي، لما تبقى تريحني هبقى اريحك. اوعى. الله يلعن ابو الحب. اجيبك منين يا يوسف؟ اجيبك منين يا اخوي؟ استهدي بالله نصرة. استهدي بالله بس يا ام حسن، فص ملح وده، فص ملح وده بيختي غاب يختي غاب. يمكن راح مشوارك ديه ولا كديه؟ ولا يمكن زعلتيه وراح بيت في اي حته يا نصرة؟ انا زعله؟ ده ما استحملش فيه شكة الابره. يمكن راح يزور حد من قرايبه. قرايبه مين اللي هيزورهم؟ ده مقطوع من الشجره. واللي هيزور قرايبه يزور فصاص الليالي؟ حبك ايه؟ ابويا لا راح ولا جه يمه، ابويا اتقتل. هتفوليش على ابوك يا عليا، حرام عليكي. بقول لكم ابويا اتقتل. العمده قتله عشان شهد ضده. يا بنت ليه الكلام ده؟ ابوك غايب عداله كام ساعه وان شاء الله هيعاود. انا رايحه للعمده. استهدي بالله يا بنتي، باقي لنا نص الليل والصبح على بعض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. استرها يا رب، استرها يا رب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. استرها يا رب، استرها يا رب. مالك يا فتح الله؟ أما تترعش وتحدد روحك اقتل إيه يا راجل؟ يا حمد الحالي ماله ده؟ معرفش يا أبوي، زي ما يكون طلع له جن ولا عفريت والعياذ بالله. طب يلا بينا واهل البلد بيقولوا ايه تاني؟ كلام كتير بس الشهادة لله محدش جاب سيرتك بحاجة عفش واصل. يجيبوا سيرتي ليه؟ وانا مالي وماله. ده يوسف اديله كام يوم اهو قاعد من يوم ما اشتكاني. كنت عملت له حاجة؟ يكون يشرح بيت في المركز عشان يطلع بدري عن النيابة. محتمل يا ابوي، يمكن. والورد يطرح تاني